تطبيقات كتابية في دفتري. المندرجة ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة، مجال الغابة، المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أضبطه بالشكل التام. إذا أنا لم أنس أشجارا رأيتها في غابات كيرالا في جنوب الهند، كانت أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع، هي أشجار تطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض، ثم لا تزال تنهض شامخة وكأنها تستدرك ما فاتها، أو كأنها ثارت على هذا الهوان والذل، فاتجهت أغصانها إلى أعلى فصارت صامقة، لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متسابقة في الاتجاه نحو الشمس. إذا هذا هو النص التطبيقي مع شكل الكلمات باللون الأزرق. أعيد قراءة للمرة الثانية. أنا لم أنس أشجارا رأيتها في غابة كيرالا في جنوب الهند، كانت أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع، هي أشجار تطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض، ثم لا تزال تنهض شامخة كأنها تستدرك ما فاتها، أو كأنها ثارت على هذا الهوان والذل، فاتجهت أغصانها إلى أعلى فصارت صامقة، لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متسابقة في الاتجاه نحو الشمس. أفهم بما تتصف أشجار غابات كيرالا؟ إذا تتصف أشجار غابة كيرالا كونها أشجارا هائلة الأحجام ضخمة الجذوع وتطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض. إذا تتصف أشجار غابات كيرالا كونها هائلة الأحجام ضخمة الجذوع وتطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض. مكون الصرف والتحويل. استخرج من النص الضمائر المنفصلة وأبين ما تدل عليه. إذا الضمائر المنفصلة الظاهرة في النص لدي أنا وهي. إذا أنا تدل على المفرد المتكلم، وهي تدل على المفرد المؤنث الغائب. الغائبة عفوا. أنا للمفرد المتكلم، هي مفرد المؤنث الغائبة. هي مفرد المؤنث الغائبة. اختار لكل خبر مبتدأ ضميرا. إذا لكل خبر مبتدأ ضميرا محافظات على الغابة. إذا محافظات تدل على الجمع، جمع المؤنث. أيضا هنا محافظات على الغابة تدل على الجمع المؤنث، محافظة على الغابة على الجمع المؤنث. إذا عندي ثلاثة ديال الجمل كلهم بحال بحال كيتشابهوا، خصنا نبحثوا اليوم على مبتدأ ضمير مناسب. إذا يمكن لي نقول أنتن محافظات على الغابة، محافظات على الغابة. مثلا نحن محافظات على الغابة، كذلك هنا محافظات على الغابة. نقول أنت هنا، هنا محافظات على الغابة. التراكيب. استخرج من النص الجملة التي تندرج عناصرها في الترسيمة الآتية. إذا فعل ناقص اسمه ضمير وخبره. إذا لدي مثلا كانت أشجارا هائلة، هائلة الأحجام. إذا كانت أشجارا، أشجارا هي الاسم، كان هو الفعل الناقص.
اسمها ضمير. لدي أيضا صارت سامقة، صارت سامقة. إذا سنختار واحدة، صارت سامقة، صارت سامقة. أكمل كل جملة بما يناسبها. إذا ظل معتدلا، إذا ظل سنبحث عن اسم ظل. إذا ظل الطقس، ظل الطقس معتدلا. الغابة مزبلة، إذا مثلا نستعمل ليست، ليست الغابة مزبلة. ما زالت القرية بعيدة، ليس، ليس الحادث خطيرا. إذا ظل الطقس معتدلا، ليست الغابة مزبلة، ما زالت القرية بعيدة، ليس الحادث خطيرا. أعرب كلمة أشجار بحسب موقعها في الجمل النص. إذا وردت كلمة أشجار عدة مرات في هذا النص. مثلا لم أنسى أشجارا، رأيتها في غابة كيرالا في جنوب الهند، كانت أشجارا مرة أخرى. إذا الموقع في الجملة الأولى ليس هو موقعها في الجملة الثانية، في كل مرة لها إعراب مختلف. هي أشجار، أشجار تطأطئ بجذوعها حتى تلامس الأرض، ثم لا تزال تنهض شامخة وكأنها تستدرك ما فاتها، وكأنها أو كأنها ثارت على هذا الهوان والذل، فاتجهت أغصانها إلى أعلى فصارت سامقة. لأن من الطبيعي أن تكون الأشجار عمودية متسابقة في اتجاه نحو الشمس. إذا مثلا عندي هنا أشجار في الجملة الأولى عبارة عن مفعول به، هي مفعول به لفعل أنسى، لم أنسى، لم أنسى أشجارا. الثانية خبر كان، هي مبتدأ ثاني مرفوع. أما الأشجار الأخيرة فهي اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا أشجارا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أشجارا خبر كان منصوب بتنوين الفتح. أشجار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أشجار اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لأن المطلوب كما قلت أعرب كلمة أشجار بحسب موقع في جمل النص، يعني كلما وردت كلمة أشجار نقوم بإعرابها. الإملاء، استخرج من النص الكلمات التي تتوسطها همزات ثم أعلل كتابتها. إذا الكلمات التي وردت فيها همزات متوسطة على الياء، لدي تطأطئ، رأيتها، هائلة. إذا رأيتها هائلة وتطأطئ، هذه الكلمات التي تتوسطها همزة على الياء. إذا رأيتها كتبت الهمزة المتوسطة على الألف لأنها ليس الياء ولكن متوسطة، الهمزات المتوسطة بصفة عامة، الكلمات التي تتوسطها همزات. أعتذر على سوء التعبير. كتب رأيتها كتبت الهمزة المتوسطة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. رأيتها، إذا مفتوحة وما قبلها مفتوح. هائلة كتبت الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. إذا ملي كتكون الكسرة ما كتكون حتى أخرى. إذا هائلة كتبت الهمزة المتوسطة على الياء لأنها مكسورة. تطأطئ، كتبت الهمزة على الألف لأنها ساكنة وقبلها مفتوح. كما كنعرفوا الفتحة أقوى من السكون، لأن السكون هو أضعف الحركات، السكون أضعف الحركات.
إذن أعبر عن المشهدين في الصفحة 163 بجمل فعلية متضمنة أفعال مضارعة ناقصة ثم أربط بينها لأكون فقرة. إذن صفحة 163 صفحة 163 لاحظوا معي الصور. غابة أشجارها باسقة ومخضرة وكثيفة. الصورة الثانية نفس الغابة تقريبا تعرضت إلى حريق مهول. إذن أصبحت الغابة موردا مهما لأنها توفر لنا كل ما نحتاجه من الهواء النقي والخشب لصنع الأثاث والحطب، لذا صار من الضروري الاهتمام بها والحفاظ عليها. إذن أصبحت الغابة موردا مهما لأنها توفر لنا كل ما نحتاجه من الهواء النقي والخشب لصنع الأثاث والحطب، لذا صار من الضروري فصل في هذا المكان. لذا صار من الضروري الاهتمام بها والحفاظ عليها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.